اللي هو كيشبه لي تقريبا على نفس النهج غير مع اختلاف بعض الاشياء. كما قلنا هنا كتجيو هنا الاسم اللي كيظهر على الواجهه ديال الحساب ديالكم، البريد الالكتروني، الرمز السري، اعاده ادخال الرمز السري، ورقم ديال الكابتشا، ونضغطوا على زوج ديال الخانات ونكتبوها بالتسجيل. ودابا ندخلو نوريكم كيفاش دير المقابل داخل. كما كتشوفوا الاخوان هنا هو الموقع ديال الواجهه ديالو. هنايا فين كتلقاو قائمه ديال الحيوانات، دائما لابد تشريو نفس الطريقه تقريبا ديال الموقع الاخر غير مع اختلاف بسيط. هنا كتشريو الحيوانات، هنا كتجمعوا النتيج اللي كيجمعوا الحيوانات اللي هو على هذا الشكل، وهنا كتبيعوا المنتوج. هنا البونيس اليومي، للسحب هنا للإيداع 100 روبل. كتعمروا هنايا شحال بغيتو القيمة ديال الإيداع. هنا البنك، ونضغطوا على هذا الزر للسحب. السحب من هنا أمام البنوك المتاحة، أنا كنسحب عن طريق الباير. كما كتشوف هما السحوبات ديالي، تا هو فيه لي بوان لي كاش بوان، ودائما الحل هو الضغط على الإعلانات، ولكن هذا ما فيش في البونيس اليومي، ما كيعطيكش السي بي مع الأسف، ما كيعطيش السي بي لأنه ضروري خصك تشري إما تضغط على الإعلانات، وضروري خصك إما تضغط على الإعلانات توصل 1000 روبل باش أنك تفتح البنك وتولي تاخد السي بي تشريه، وإما تشري ديريكت تقوم بالإيداع 1000 روبل وتدخل البنك وتشري كيف ما بغيتي. تقريبا هذا كل شيء في الموقع، لأنه كيشبه الموقع الآخر كما قلت لك. الاختلاف في هاد الجوج الحوايج اللي هي هو البنك، هذا ضروري أنه تحتاج البنك، والآخر فيه البنك وفيه يعني البونيس اليومي.